مساء الخير. مقابلة خاصة على شاشة العربية مع الدكتور إبراهيم الشعفري رئيس وزراء العراق السابق. مساء الخير. طبعا هذه المقابلة خلال وجودك في بيروت، زياراتك صايرة كثير ببيروت. شكرا جزيلا. هل بيروت هي يعني اللي عم بتخليك تجي أم في أسباب سياسية قبل الانتخابات مثلا؟ يشدني إلى بيروت أكثر من سبب. التشابه الموجود بين لبنان وبين العراق، تاريخ العلاقات اللبنانية العراقية، طبيعة التحديات التي تواجه البلدين، الطبع اللبناني والطبع العراقي والتقارب بينهما، الترافد وحتى التصاهر بين اللبنانيين والعراقيين، وطرأ أيضا لمبرر تاريخ المشاكل علاجي كمان. وطبيب، وإن كنت طبيبا بس عندي معالجة أيضا في بيروت حتى أكون معك صريح. دكتور جعفري، كمان في شيء بالتاريخ أنه في تأزيم مع السوريين، يعني في عندكم مشكلة هلأ بين بالتاريخ؟ لا بين لا مش بالتاريخ، عم بحكي بالنسبة للبنان والعراق، يعني لندخل بالموضوع الأساسي. هناك أزمة بين سوريا والعراق. طبعا رئيس الوزراء العراقي اتهم بشكل مباشر سوريا. علي الدباغ الناطق باسم رئاسة الحكومة بيقول أنه في إثباتات وأنه راح يقدمها للأتراك. شو رأيك بهالأداء السياسي للحكم في العراق؟ أنا لا أعطي حجم المشكلة بين سوريا والعراق أكثر من كونها قضية محدودة وأنية تفتقر إلى جذور مجتمعية للمجتمع العراقي وللمجتمع السوري، يستلهم مشاكل بين سوريا والعراق. موقف سوريا سابقا مع العراق موقف كان مشرف من زمن الراحل حافظ الأسد، و ليست لدي أرقام عن طبيعة ما وصل إلى الملف التفجيرات اليوم الأربعاء الأسود، ما الذي حصل حتى أستطيع أن يعني أقدر حجم ما حصل. لكن الأصل في العلاقات العراقية السورية، الأصل هي علاقات طيبة وجيدة طيلة الفترة، يعني منذ كنا في المعارضة خرج حافظ الأسد في وقته على ما يسمى بالإجماع العربي لصالحنا وكنا معارضة. تبقى شيء آخر أنه ما الذي حصل في قضية الأربعاء الأسود بدون شك نحن نعطي الملف الأمني أولوية، كرامة العراقيين والإيذاء بالعراقيين ودماء العراقيين بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن أن نتجاوزه. بس بدنا عندما ننفتح على مثل هذه القضية ننفتح بطريقة معقلنة، نمنع ولا نقبل أبدا أن يكون هناك أي مس بوضعنا الأمني، لكن لا نريد أن نحل المشكلة ثم ننتظر مرة أخرى لحل تبعات هذه المشكلة بطريقة منفعلة. شو يعني؟ يعني نريد أنه يكون على بينة ما الذي حصل وما هو حجمه. عم بيقولوا في إثباتات. لو كنت حضرتك رئيس حكومة كان في شيء ظاهر بأنه يعني ناس من سوريا عم تجي تعمل عمليات إرهابية. يعني إحنا من نقول علاقات عراقية سورية بمفهوم علاقة دولتين، شعبية شعبية تنعكس على البنى الفوقية على الحكومتين ونتداولها من زاوية قانونية وتخضع للاستراتيجية العراقية السورية. لا أقصد علاقة حكومة بحكومة، من كافة الدول استراتيجية كانت عندنا استراتيجية إقامة دولة العراق مع دول الجوار وليس حكومة العراق مع حكومات الجوار. لذلك من يصير هناك شيء أتناول من هالزاوية. أنا ما يخوفني عندما تكون هناك أزمة معينة في بلد ما دامت لا تنبع ولا تستمد جذورها من المجتمعيات. لا يوجد تكاره بين السوريين والعراقيين، أكو تحابب، هذا هو الذي سيفرض نفسه. يبقى هناك كلام، يعني ليست لدي أرقام. هذه الأرقام